الخبر الاولي عدنا عن اسو وصول قناته باليوتيوب لل 4 مليون مشترك، فان شاء الله الف مبروك عقبال 10 مليون يا رب. وطبعا لا تنسون يا حبايب تباركوا له بالكومنتات على هذا الانجاز الخرافي. ننتقل حاليا ليارا مار، وين هي وليش هي مختفية وليش هي مكتبة من السوشيال ميديا؟ فبعد ما طلع خبر الطايب نور بار شوية ستوريات ونزلوا ويا بعض، من واضح يا حبايب انه هذا الشيء نوعا ما تضوج يارا بسبب غيرتها وحبها النور بار السابق، هذا الشيء اللي خلاها تكتب وتنزل هذا الستوري اللي كانت كاتبه بيه. اوك بعرف انه انا قصرة معكم ومختفية كثير وما عم نزل لا يوتيوب ولا تيك توك ولا اشي، انا بعتذر منكم كثير بس للصراحة هاي الفترة كثير صعبة علي، فلهيك بدي منكم تسامحوني على الاختفاء. وصراحة ما بحب زعلكم انه انا مو منيحة او انه انا مريضة او انه انا مكتابة، بحب فرحكم معي وهي الفترة وعدت وان شاء الله حرجع مثل قبل، اهتم فيكم واسعدكم، بدي منكم دعوات حلوة وبس بحبكم كثير. والله ساعدها يا رب وان شاء الله ترجع لنا بأسرع وقت، وتنسون يا حبايب ان تدعوا لنا بالكومنتات وان شاء الله ترجع لنا بأسرع وقت. وهل تتوقعون كل هذا الشيء اللي قاعد يصير بسبب التقاء قمر الطايم والهمار وغيرته عليه؟ ننتقل حاليا لبيسان تيكت والستوريات الغريبة اللي نزلتها. بالنسبة لأول ستوري يا حبايب واللي هو كان هذا الستوري، حاطة صورتها وصورة وسام وكان كاتبيلها انه هل انت حتصورين ترجعين تصورين مقاطع يعني خرافية ويا وسام تيكت؟ فهي ردت عليهم انه صراحة ما عندي مشكلة بس لما تكون الظروف مناسبة، يمكن تقصد انه حاليا وسام تيكت هو بدبي، فيمكن بس يرجع تركيا حيرجعون ويصورون ويا بعض. بعدين بالنسبة الثاني شي يا حبايب اللي هو هذا الستوري، كان ساليها كيفك مع الاكتئاب انه هل راح الاكتئاب او لا؟ قالت انه انا رحت والاكتئاب ما راح، تقصد انه هي الى الان مكتبة. بالستوري الثالث يا حبايب كان يسألوها ليش انت مختفية عن السوشيال ميديا وما قاعدة تنزلين؟ قالت حابة اخذ استراحة من السوشيال ميديا. والستوري اللي بعده قال لها شنو تجربتك بعد تجربتك بالارتباط والحب؟ شو رايك السلبيات واللي جابت بالحب؟ قالت ماكو شيء ثابت، ما اتوقع اكو سلبيات بالحب اذا كان الحب موجود من الطرفين. من واضح يا حبايب انه هي الى الان تحب وسام تيكت ومتأثرة بيه بعد ما هي انفصلوا عن بعض، فلهذه هي مكتبة. فاكتبوا لنا بالكومنتات شو رايكم بردود بيسان تيكت. نروح حاليا نور سار شنو حكت على نارين بيوتي، فنزلت هذا الستوري كان كاتبين لها انه صلاتي ويا نارين بيوتي حط عليها قلب، قالت يس ما كنت عم بمزح لما قلت لكم ما عندي مشكله مع حدا واخيرا تصالحوا ويا بعض. طبعا هي قصدها على هذا المقطع اللي نزلته بالسابق وقالت انه ما عندها مشكله ويا اي يوتيوبر. ان شاء الله الف مبروك على الصلح بين نارين بيوتي ونور ستار، ان شاء الله ما بين لك الخير بيناتهم. والستوري اللي بعدها كان يسالوها انه شو رايك ببيسان اسماعيل؟ فهي ردت انه انا احبها وهي تعرف هذا الشيء. وبالستوري اللي بعده سالوها انه هل انت مفكره انه ترجعين للعراق او تسافرين للعراق؟ فهي ردت قريبا، فهل تتوقعين يا حبايب اقرب وقت راح تجي العراق وش قد راح تكونوا متحمسين لهذا الشيء؟ وبالستوري اللي بعده يا حبايب سالوها انه شو رايك باسامه مروه؟ فردت انه هادي ومجنون بنفس الوقت، وانه اسامه بالخمس سنين القادمه راح يكون اكبر يوتيوبر عربي او حيدمر اليوتيوب، تذكروا كلامها. وبس راح حبايب اكتبوا لكم انت شاركم كلام نور ستار عن اليوتيوبر. ننتقل حاليا لاحمد ابو الرب ومرضه، فنزل هذا الستوري كاتب عليه وعكه صحيه واللي هو انه يعني صار بمرض وحاط ايده على راسه، فالله يشفيه يا رب. ولا تنسون يا حبايب ان تدعوا له بالكومنتات انه والله يشفيه يا رب. ننتقل حاليا نور بار وعرس صاحبه، فنزل شويه ستوريات بهذا الستوريات كان هو من داخل عرس، هذا العرس هو كان صاحبه يا حبايب، شوفوا الستوريات. اليوم في عندنا عرس يا جماعه، حوافيكم باخطر الاحداث. العراريس شوفوا العراريس، مرحبا. طبعا هدول هيك اشكالهم ما لنا العراريس الصاحبين. طيب تفضل تفضل تفضل، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله يا ايش الشيخ دي، ايش العريس ده، ايه ايه، واخيرا شفت واحد اطول منك، نزير اطول منك، وقفوا جنب بعض ربكم، ايه ايه. محمود طيب خلاص نطلع من المحلون. هاي زفه يا جماعه زفه. لك العريس لحظه، وين العريس؟ انت كمل صوتك. لك العريس ابو الزاو كفو. هلا بنقول لا يا جماعه، الله خلصنا زفه، تخيل وصلنا يمكن ساعه ونص عم نزف ولا العريس.
ننتقل حاليا لأميرة الحسين وتنزيل هذا الستوري اللي جات عينها واضح انه هي ورمان وكانك باتشي وتقول انه صار لها يوم ان عيونها ترجعها فان شاء الله ما بها الا الخير والعافيه والله يشفيها يا رب. ولا تنسون يا حبايبي المقطع نزلت اليوم الصبح للتذكير ادخلوا على قناتي يا حبايبي روحوا شوفوا اكتبوا لنا بالوصف يا حبايبي شو رايكم بالوسط مقطع عشان خرافي او لا دلائل حب نورمان قمر طايوي جهان شوفوا المقطع. وصل يا حبايبنا وصلنا المقطع اتمنى المقطع عجبكم لا تنسون تفجرون هذا المقطع باللايكات وبس احبكم مع السلامه.